لكن لما تبقى كلمة ونص بيبقى لها شكل تاني. كلمة ونص يومياً على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليسي. أعزائي المستمعين الكرام، مستمع الشرق الأوسط، رمضان كريم والأيام الحلوة بتجري بسرعة جدا. والغريب يا جماعة، لما نقعد نبص تلاقي رمضان بيجري بسرعة، وإن احنا تقريبا وصلنا لآخره أو قربنا إن احنا نخلص رمضان، ونغني ونقول والله لسه بدري بدري يا شهر الصيام. الحقيقة يعني ده كمان يعني الوقت الجميل ده بيفكرنا كمان بليلة القدر اللي هي خيره من ألف شهر. عادة الناس اللي بتكثف من العبادات طول الشهر بتيجي آخر 10 أيام وتركز في العبادات، والبعض اللي ظروفه بتسمح إنه يعتكف تأكيدا لفكرة الطاعة بيعتكف. وطبعا إحنا عارفين إن في اختلاف حوالين تحديد ميعاد ليلة القدر اللي بتكون في العشر الأواخر. البعض بيقول إنها ليلة 27، وطبعا كبار الفقهاء بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى لم يصرح بميعادها، أو الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالش بالظبط هي امتى، لكنها ليلة وترية، وانها ممكن تكون في اي ليلة وترية في العشر ايام الاخيرة في رمضان. والحكمة ان يكون رمضان مش بس صيام عن الاكل والشرب والنميمة والاعمال المرفوضة، لكن كمان في التضامن والاحساس بالاخرين وخدمة غير القادرين. وعلى فكرة الفقهاء كلهم اجمعوا على ان الناس لو التزمت بالمعاملة الطيبة والصدقات والصدق، وتوقفت عن الغش والخداع والنميمة والغيبة، بالتأكيد هتكون أدت اللي عليها. وكلنا عارفين الراجل اللي راح للرسول عليه الصلاة والسلام وسأله: يا رسول الله، ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك، القصد منه أن يأكل حلال، وإنه لا يحصل إلا على مقابل لعمله. وإن الكسول والغشاش أو المرتشي والمختاب أو المتقاعس ملوش مكان في هذا الملكوت من الغفران والرحمة. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تبقى ليلة قدر كريم على الجميع. وبكرة كلمة ونص كتبها أكرم القصاص، أخرجها تامر حسني.